ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وترنيمتنا لليوم اسمها ليكون ظلام، وهالترنيمة مش من كتابتي ولا ألحاني، لكن هي من كتابة قدس أبونا موسى رشدي. بحب أرنمها لأنه معزية جدا، وخاصة بالظروف اللي احنا بنمر فيها. وبعرف كتير ناس بمروا بظروف صعبة مثلي، في ناس بتمر بظروف أمراض، وفي الكنيسة بتمر بظروف اضطهاد، وفي ناس بتمر بظروف مراجعة نفسها في أمور سابقة وحابة تتوب ومش عارف تتوب، وبتحس أنه الدنيا ليل، وإبليس بيخدعك بفكرة أنه حواليك كله ظلام، حتشوف النور فين؟ ونورك مش رح يكفي، أنت نورك بسيط. لكن اليوم قول لإبليس أنا نوري نور المسيح، مخلصي مخلص هذا العالم، وفي نور المسيح اهزم إبليس. وفي آية معزية جدا في أشعياء 9:1 بتقول: ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. تعالوا نعلن هالكلمات مع بعض، قول مصدق أنه في حياتي اليوم يا رب لا يكون ظلام. لو موجود ظلام مش حيستمر، لأنه يسوع معي ورح يكمل معي. تعالوا نسمع الترنيمة. ظلام للي عايش جوا دي،
ويكون سلام وإيديك تفتح طريق وأم وأنا رافع عيني لعينيك ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديك وأم وأنا رافع عيني لعينيك ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديك ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق ويكون سلام ويكون سلام ويكون سلام ليكون ظلام ليكون ظلام ليكون ظلام. تعالوا نسمع تقسيمة عود قبل ما أودعكم. الرب يكون معكم ويبارك حياتكم. سلام المسيح. ترنيمة وعود thank you.
Thank you.